السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده فيديو جديد وسيده جديده. فيديو النهارده عايزه اقول لكم ان هو بجد اجمل من رائع. فيديو النهارده بقدمه ليك يا غاليه بكل تفاصيله وبكل افكاره الرائعه اللي احنا كلنا بنكون يعني حابينها في بيوتنا، وكمان بيكون نفسنا ان احنا نجدد ونغير في قلب بيوتنا بصوره مستمره. فيديو النهاردة يعني بجد اجمل من الرقم، مش عايزة اتكلم عليه كتير، ولكن انا عارفة هو هيعجبكم قد ايه. كملي الفيديو للاخر، في تفاصيل وفي حاجات هتعجبك بامر الله تعالى. تنسوش دعمكم ليا باللايك، عايزة لايك كبير كده منك. وكمان لو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد يسعدني وجودك معايا وتنوري عيلتي الكبيرة، واشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني. بحبكم جدا 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 جدا، يا اجمل عيلة في الدنيا واحلى اخوات ليا في الدنيا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويبارك فيكم ويخليكم يا رب، اللهم امين. تنسوش دعمكم ليا باللايك، لايك كبير كده. اشكركم من كل قلبي على الناس الجميلة اللي فيديو مبارح دعمتوني فيه وبجد وقفتوا في ظهري فيه. اشكركم كمان ان انتوا رحتوا لي قناة سارة وسبتلكوا في الفيديو اللي فات في اول كومنت مثبت. يا ريت اللي لسه ما شافش القناة بتاعتها ارجعوا كده في الفيديو اللي فات على طول، وهتلاقوا اللينك القناة بتاعتها في اول تعليق مثبت. يلا روحوا اشتركوا عندها كده ودعموها، عشان ان شاء الله قناتها تكبر بيكم وليكم انتوا كمان بامر الله تعالى. يلا بينا نخش في الفيديو بتاعنا ونشوف السيدة اللي معانا. هي مبدئيا سيدة اجنبية، فهنشوف النهاردة هي غيرت ازاي. واول حاجة هي غيرتها هنقول زي نظام ازاز كده، طبعا هي بتقطعه بالمكنة او بالماكينة بتاعت اللي بتقطع الازاز. وطبعا بقى دي مادة اسمها السيليكون تقريبا، هو ده اسمه سيليكون بتاع يعني بتاع الازاز والمرايات والحاجات دي، حطيتها فيه وابتدت ان هي تغيرها. بس انا كشخصيتي انا، وطبعا هنا دلوقتي هتشوفوها هتنظم بقى بقية الحاجة كنوع من تنظيف او من ترتيب المطبخ، ولكن انا يعني كشخصيتي انا افضل جدا المطبخ الفاتح بجد والله. الوقت عايزة اقول لكم ان كل المطابخ كلها اللي نازلة الالوان الفاتحة اللي هي اللون الابيض، لاما ابيض في اسود، بس الاسود ده بيبقى حاجة بسيطة، يعني الاسود مش فاتح طبعا ولكن بيبقى حاجة بسيطة. فانا من عشاق اللون الابيض بصراحة، بعد ما جربته في بيتي يعني كنت زيكو، يعني كان عندي حاجات اللي هي الغامقة دي، ومازال لحد دلوقتي في عندي حاجات كتيرة في بيتي غامقة، بس نقول الحمد لله والشكر لله على كل حال برضو. ولكن انتوا حاولوا تجددوا يعني بابسط الامور كده في الوانات الفاتحه. لو انت بقى بتغيري في شقتك، لو انت عروسه لسه جديده بتتجوزي، لسه سيده وبتغيري في بيتك، فحاولوا على قد ما تقدروا انك انتوا يعني تعملوا الالوانات الفاتحه. تعالوا بقى نشوف هنا في المطبخ. بعد ما خلصت المشتريات اللي هي جابتها، كانت جايبة كمان طقم حلل كده، وطقم الحلل ده خلاص احنا تعرفنا عليه برضو في اكتر من فيديوهات، ولكن هي كانت حابة تجيب اللون بينك كده، ما كانتش حابة خالص ان هي تجيب اللي هو اللون الابيض، فجابته. وجابت كمان طقم السكاكين ده، شايفين ما شاء الله حلو قوي. هو طبعا السكاكين ديت فيها مغناطيس كده بتلزق على طول، هي دي قاعدة كده، هي خشبية ولكن يعني بتلزق. المهم خلصت هنا المطبخ، وده طابلو بتحطه كده على الرخامة، على سوري على جنب المطبخ على طول على الحيطة، علشان خاطر يعني تزين من الشكل بتاع المطبخ. طبعا هنا غرفة بناتها، فكانت هي يعني بتعلمهم النظام ان ازاي هم يكونوا منظمين. هي بتحط لهم كده الديكورات والحاجات، حتى الكوشن اللي هي بتحطه على السرير بيكون يونيكورن، يعني هم كبنات بقى بيحبوا بقى الحاجات اللي هي بتاعت لعب الاطفال والحاجات دي كلها.
عايزين كده في نص الفيديو كمان ندعي لشهدائنا اهل فلسطين، اهلنا التانيين، ربنا يا رب ينصرهم يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. قلبنا معاهم، والله قلبنا معاهم، قلبنا يعلم ربنا احنا بجد يعني في بيوتنا قلبنا حزين ازاي عليهم، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النصر ليهم يا رب بامر الله. تعالوا بقى نشوف السيدة هنا كانت بتعمل السرير بتاعها، زي ما انتوا شايفين السرير بتاعها طبعا استلس، طبعا يمكن انا جبتها لكم قبل كده، ولكن هي هنا كانت بتوريكم الاداة اللي احنا خلاص عرفناها بالنسبة، عشان لو انت عايزة مثلا تدخلي الملاية تحت المرتبة، بصراحة هي عجبتني فانا بفكر ان انا اجيب زيها، اللي هو ايه بتدخلي الملاية كده او اللحاف بتاعك من غير ما انت بقى توجعي ايديكي، وفي نفس الوقت ترفعي في المرتبة وبتضيعي الكسرة بتاعت الملاية او بتاعت اين يكون انت حطيها، كوفرتا لحاف كده يعني. فالاداة دي حلوة. هنا طبعا دي في غرفة النوم، لسه ده طقم كده انتري حطاه في غرفة النوم، وغيرت الترابيزة جابتها كلها ستانلس، كانت شكلها حلو جدا وشكلها شيك جدا. تعالوا بقى هنشوف حاجة تانية برضو في الغرفة عندها. بصوا انا اتسألت كتير برضو في الحتة دي، هو هم بيقعدوا يعملوا الحاجات دي، يمكن جبت لكم في كذا فيديو، هم بيقعدوا يرتبوا في الحاجات دي، طب لما بييجوا يناموا بيناموا ازاي على التكاوي دي ولسه هيوجعوا قلبهم وكده؟ دي طريقتهم عادي زيهم زينا، مفيش اي مشكلة، ولكن هي الفكرة في حتة النظام، ان هي بتخلي شكل غرفتها يكون فيها نظام، يكون يعني شكلها شياكة، سواء غرفة النوم او اي حاجة. يعني شوف هي بتقول لكم ده عادي، اللي هو يومها العادي ويومها الطبيعي عادي جدا، بتقوم من النوم وبتعمل الحاجات السرير بتاعها وبتعمل الكوشن بتاعها، ولكن هي الفكرة في حتة النظام والشكل الحلو، بس هي الفكرة في كده. في ناس كتيرة ممكن تقول لك لا وانا لسه هقعد اعمل كده ولما ساعة النوم افضل اشتال واحط، لا يا ستي حطي المخدة وخلاص. بس لا والله لا، يعني انتوا حاولوا على قد ما تقدروا ان كنتم تخلوا، مش شرط في غرفة النوم، لا طبعا في اي مكان، في عندك سواء غرفة اولادك او في ريسبشن او في ليفنج، المهم او في سفرة، المهم ان انت المكان اللي انت تكوني فيه يكون منظم بس وشكله حلو ومهندم. هنشوف بقى غرفة الدريسنج وهتبتدي ان هي تنظمها ازاي وترتبها ازاي. وهنا بقى هتبتدي تحط البرفان كده زي ما انتوا شايفين بالمنظم الاكليريك اللي هو بيكون على شكل سلم كده، وبعد كده بقى خلاص، يعني هي يعتبر هنا هي بعد ما خلصت البرفانات فبترشي شوية برفان كده. بتوريكوا كده جولة سريعة في الحاجة بتاعتها او في الأدراج بتاعتها. بصوا بقى هنا هي كانت يعني كان في حتة كده في الدريسنج كانت عايزة، هو رف يعني كانت عايزة تركبه، فزي ما انتوا شايفين بالشنيور ركبته، وبعد كده ركبت النجفة، كل ده برضو بايديها، هي اللي بتعمل كل حاجة لنفسها، زيها زي يمكن السيدة اللي احنا نزلناها امبارح. هي بتوريكم ان هو الحاجات بتبقى يعني الفوق خالص، ولكن بتقدر ان هي تجيبها عادي بالسلم، يعني عشان بيبقى في ناس كتيرة تقول لا انا مش بحب الدريسنج يكون فوق. حلاوة بقى اللي هي عملته اللدات، اللدات دي حاجة بجد جميلة جدا جدا جدا، انا شخصيا بدور عليها والله للمطبخ عندي للتقفيل، يعني يكون كده ايه لما اكون واقفة يديني ضي في المكان ده، وفي نفس الوقت يكون شكله حلو. طبعا ديت النجفه وهي بتركبها، زي ما قلت لكم ان هي بتعمل كل حاجه بايديها، مش يعني مثلا بتجيب حد او كده، هي بتوريكم ان هو بيشتغل ازاي. انا عدت لكم المقطع ده تاني علشان تشوفوه. بصوا بقى ده شكل الشماعه، دي شماعه خارجيه كده بتكون في الدريسنج عشان لو انت حابه تحطي هدوم اضافيه،
تمام. ترتيب بسيط كده لغرفة الضيوف، ترتيب بسيط ما فيش فيه اي افتكاسات ولا فيه اي حاجة، شغل بسيط جدا. لو تلاحظوا هتلاقوا الالوان السرير كلها فواتح، ولكن الشغل كله في الكوشن والفرو اللي حطيته. تعالوا بقى هنا نشوف التويلت زي ما عملت المطبخ بالظبط، وحطيت له المرايات الصغيرة دي برضو هتعمل هنا في التويلت كده، وعملت كده زي نظام طابلو او برواز على المراية علشان يديها الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. خلاص هنا بقى كانت خلصته، وبتبتدي كده زي ما انتوا شايفين في الكابينة تحط الحاجة اللي هي عايزاها. عايزة اقول لكم ان هو الحمام بتاعها متقسم لاتنين، واحدة للبانيو وواحدة تانية للكابينة. هو ما شاء الله كبير واسع جدا، يعني هنقول بمساحة يمكن غرفتين في بعض. وزي ما انتوا شايفين حط سجادة وحط طباف، فما شاء الله يعني اللهم بارك، ربنا يديكوا يا رب اضعاف ما بتتمنوا يا رب، اللهم امين يا رب. هنا دي حاجة بسيطة كده، جولة بسيطة هي غيرتها في غرفة الملابس او غرفة الغسيل. هي كانت عاملاها باللون السيلفر فغيرتها باللون الجولد كده، حاجات بسيطة يعني بالنسبة للكوشن فظبطت الدنيا. تعالوا بقى هنا كمان تنظيف الانتريه، هتنضفه كده بالمكنسة اللي احنا طبعا متعودين عليها وشفناها في جميع الفيديوهات بتاعتنا، ولكن عشان بقى الشتاء والكلام ده يعني بتحط بقى الفرو بقى يعني يكون لايق اكتر للشتاء. اخر حاجة هنا ده الكونسول اللي في الشقة، يعني بتحط له فازة كده برضو علشان يكون شكله حلو. بصوا انا بجيب لكم كل الاماكن ليه، علشان لو انتوا عندكم مثلا الشقة بتاعتكم او ايا إن يكن انتوا قاعدين في ايه، شقة فيلا، المهم ان كنتوا تكون قاعدين في مكان في مثلا مساحات تقدري يعني حاجة زي كده، يعني هتخطر في بالك ان انا ممكن مثلا اجيب انتري زي كده، اجيب مثلا ترابيزه زي كده، اجيب فازه زي كده، فاهميني؟ هي كلها بس افكار، ولكن احنا ممكن يكون ثلاث ارباعنا مش بنعمل كل الحاجات دي. انا معاك والله وانا زيكم بالظبط، ولكن باخد افكار. يعني انا مش هكذب عليكم والله، انا في بيتي الحمد لله والشكر لله الحمد لله يمكن غيرت حاجات كتيره في قلب البيت. لسه قريب يعني من بعد ما انا كنت بتفرج على الفيديوهات دي ادتني تشجيع ونشاط كده ان انا اغير شوية حاجات في قلب البيت عندي، اللي هو منها يكون الشكل يكون حلو، وفي نفس الوقت حسيت ان هو فعلا والله فعلا فعلا راحة، راحة نفسية بجد، بتحسوا بالراحة النفسية. تعالوا بقى نشوف هنا دوت الجنينة او المكان اللي هي بتاع الحديقة، هتبتدي ان هي تنظمه التنظيم اللي هو الخريفي بقى، اللي هو هم عندهم في الخريف بيحطوا الالوانات دي وبيحطوا الديكورات دي علشان خاطر الخريف. طبعا هي كانت هنا بتوريكوا بعد ما خلصت السفرة والدفاية او الترابيزة اللي هي بتكون بره، ودي كمان قاعدة بسيطة كده برضو في برضو في الحديقة برضو بتعمل قاعدة كده، واحيانا ان بتكون القاعدة دي بتكون قاعدة يعني لزوجها، ولكن هي حطاها كده وحتى الكرسي والديكورات دي عشان تعمل برضو شكل حلو من الخريف او تدي لمسة جمالية في المكان ده وما يكونش فاضي برضو. بس كده حبايب قلبي، ده كده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم. فيديو النهاردة كان فيه افكار، يا رب تكون عجبتكم تكون نالت اعجابكم. اشوفكم الفيديو الجاي واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.